السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في قناه هندسه البناء اونلاين. اليوم غادي نشوفوا لي كالكول ديال لي بوطو، يعني دائما في السلسله ديال لي كالكول البيتون ارمي. اليوم غنشوفوا كيفاش كيتحسب لو فيغايا ديال ان بوطو سوميز على كومبريسيون سونتري. باش نكونوا واضحين، هنايا لو بوطو اللي غادي نديروا له الفيغاياج اللي متعرض لاون كومبريسيون، يعني متعرض لواحد لي فور نورمال دو كومبريسيون اللي كنكونوا ديجا كالكوليناه في لا ديسون دو شارج. علاش انسيستيت على هذا لو بوين؟ حيت كاينين حالات وحدين اخرين، كاينه لا فليكسيون كومبوزي فاش كيكون عندنا لو مومون، يعني في الحاله ديال الزلزال كيكون عندنا حتى لو مومون. دونك كيما قلت لكم انا في الاول، غادي نديروا دابا غير لي كالكول ستاتيك، يعني سي جوست لي فور نورمال. اي بوطو لو فيغياج ديالو فيه جوج الانواع، فيه لي زارماتور لونجيتودينال اللي غاديين مع الطول ديال البوطو، وعندنا سكون ابل لي زارماتور ترانسفيرسال اللي هما متكونين دي كادر دي زيبانغل اي دي زيتري. الكادر فاش كيكونوا عندنا غير ربعه لي باغ كنديروا ان كادر، فاش كيكونوا عندنا بلوس يعني كنزيدوا هنا دي باغ، ضروري نشدوا هاد لي باغ اما بدي زيبانغل اما بدي زيتري. دونك هادو هما لي تيب دارماتور اللي غادي نخدموا بهم في ان بوطو، في لو فيغياج لو بوطو. دونك قبل ما نبداو لو فيغياج كيما وصيتكم دائما ضروري نحطوا لي دوني ديالنا على جنب، دونك باش نقدروا نخدموا لو بوطو خص يكون عندنا العبارات ديالو بيان سور لي ديمونسيون ديالو. في هاد الحاله غناخدو في الاول ب 20 سنتيم، يعني بوطو كاري. غنديرو غير ان بتيت اكزومبل، كيما قلت لكم اقل عبار ديال البوطو هو 25 سنتيمتر، قالها لينا لو ريغلومون باراسيسميك، يعني ما يمكنناش نديرو نورمالمون 20. هذا غير سيت ان اكزومبل. بالنسبه لي ديمونسيون كيفاش كنحددوهم، يعني من الديبار هنا غندير لكم واحد الحلقه على لي بري ديمونسيونمون كاملين، بوطو بوتر لي زيليمون لي دال لي بوتر لي كلشي غادي نديرو عليهم فيديو خاص، وغادي نشوفو كيفاش كيداروا لي بري ديمونسيونمون. دابا هنا غناخدو دوني بالنسبه لان او، تعرفنا على كيفاش كيتحسب لا ديسون شارج في الفيديو ديال الكالكول لا ديسون شارج. هذاك لي فور ان او هو باش كيتخدم لو فيغياج. هنا غناخدو 0.2 ميغا نيوتن. لي كاركتيرستيك ديال لي ماتيريو ديالنا كوم دابيتود، هنا عطيتكم في لا ريزيستانس على كومبريسيون ديال البيتون 22 ميغا باسكال، و لا ليميت الاستيك ديال لاسي عطيت لكم 400 ميغا باسكال. كما قلت لكم في المشروع، اي مشروع راه اف سي 28 كنخدموا بها 25، وهنا 500 ميغا باسكال. دونك هذا غير سيت ان اكزومبل، ان بتيت اكزرسيس، بدلت لكم شي شويه لي دوني باش ما نبقاوش خدامين توجور بلا لي ميم فالور. بالنسبه لا هوتور ديال البوطو اللي غادي نعتمدوا عليها، اشنا هي لا هوتور؟ الا كنا خدامين في ليطاج التحتاني اللي منو الفونداسيون، فهي من الفوق ديال لا سومير حتى الفوق ديال البلونشي. بالنسبه لي زوتر ايطاج، الا كنا كنديروا الفراياج في لي زوتر ايطاج، فهو من فوق من الضاله حتى الفوق من الضاله الاخرى كما مرسوم عندكم في لو شيما. هنا لا هوتور اما كتكون عندنا لا كوب كنجبدوها من البلون ارشي، اما كيكون فلافي اون بلون عندنا لي نيفو، دونك تنجبدوها انطلاقا من لي دوني ديال البروجي ديالنا اولا ديال ليكزيرسيس ديالنا. دابا غادي ندوزو ونشوفو شنو هما المراحل ديال الكالكول ديال الفيغياج مرحله بمرحله، ونشوفو لو ديتاي اللي غيخرج لينا في الاخر. يلا بقاو معايا. قبل ما ندوزو لو فيغياج، هنايا بغيت نشرح لكم واحد النقطه اساسيه، هو ان فاش كتكون عندنا اون بوتر كونتينيو، يعني حداها اون اوتر بوتر، هاد لا كونتينيتي كدير ان بتي مومون فوق من لي زابي، يعني هنا لو بوطو ديالنا كي اونكيسي واحد شي شويه ديال لا شارج ديال لا بوتر. دونك باش ناخدو هاد التاثير ديال لي بوتر على لي زابي اللي هما لي بوطو، ضروري ما كنماجوريو لي فور اللي جاي لينا البوطو. هذاك الان او هنا الكالكول ديال البوطو راه تيدوز اليلو كما تلاحظوا، هذاك الان او ضروري ما تنضربوا في ديكويفيسيون ماجوراتور اللي غادي نشرح لكم الحالات ديالهم. الا كان عندنا ان باتيمون ادو ترافي، هادو هما لي ترافي، يعني بحال هذا الشكل هذا البوطو، الا كان شاد لا ريغل شنو هي؟ الا كان شاد البوطو على دو الفوق، يعني جوج اولا ثلاثه فما فوق من لي بوطو دو ريف، لي بوطو دو ريف هما لي بوطو ديال القناه جناب. الا كان شاد جوج لي بوطو الفوق، يعني جوج ثلاثه فوق، غنضربوه في 1.15، يعني في هذه الحاله هاد لي دو بوطو غيضربوا في 1.15، سينو لي بوطو الاخرين ما تنقيسوهمش، يعني غير هادو اللي شادين على لي بوطو دو غيف هما اللي كيكون عندهم هاد لا بتيت ماجوراسيون. بالنسبه للحاله الاخرى، الا كانت عندنا باتيمون ا بليزيور ترافي، يعني فيه بزاف لي ترافي لو باتيمون، في هذه الحاله غيكونوا عندنا لي دو كا، غيكونوا عندنا دي بوطو اللي شادين في دو بوطو دو غيف، يعني هنا غنضربوهم في 1.15، وغيكونوا عندنا دي بوطو اللي شادين غير في بوطو واحد. في الحالة فاش كيشدو في بوطو واحد كنضربوهم في 1.10، يعني لو كويفيسيون ماجوراتور هو 1.10، إلا كانو شادين في جوج أو لا كتر كنضربوهم في 1.15، سينو كيما قلت لكم الآخرين، يعني لي بوطو دو غيف و لي بوطو سونترو
ما كيتقاسوش كتبقى لي فور ان او باش كيتكالكولا. هذا بيان سور الا كنت انت اللي داير لا ديسون شارج ديالك ومكمل بغيتي توصل حتى للحديد. اما الا كاين التمارين بحال هذا اللي عطيت لكم انا عطيت لكم ان او فهي اللي غادي نخدموا بها ديريكتومون، لان هنا ما عندناش ان بلون اللي غنتبازاو عليه وماشي حنا اللي درنا لا ديسون شارج كمعطى في لي دوني ديالنا غادي نخدموا بيه. دونك هنا باش الطلبه ما يتلفوش، هذه في حاله ما كنتي داير لا ديسون شارج ديالك ومكمل تمرين دو ا ا زد، فضروري تدير هاد لي كويفيسيون تاخذهم اون كونسيديراسيون. دابا ندوزو نشوفو المراحل الكالكول. اول فيريفيكاسيون كنبداو بها في لو كالكول البوطو هي فيريفيكاسيون دو فلومبمون. اش كنعنيو بالفلومبمون؟ فلومبمون هو داك الهويجاج اللي كيوقع للبوطو فاش كيكون متعرض لا فورس دو كومبريسيون، وهذا لو ريسك كيكون عندنا سورتو بوغ لي بوطو ايلونسي، يعني البوطو العاليين، يعني باش ما تزاد العلو باش ما لو ريسك فلومبمون كيوقع اكثر. باش تاخذوا هاد التجربه خذوا مسطره، الا خديتو مسطره قصيره ومسطره طويله ودرتو عليها نفس الضغط شكون اللي غادي تعوج دغيا المسطره طويله. دونك اول حاجه كنفيريفيو هي هاد لو ريسك فلومبمون. باش ما يكونش عندنا هاد لو ريسك اش خصني تحقق؟ عندنا كعلاقه خص لامدا اللي هي لي لونسمون، نشوفوا العلاقه ديالها خص تكون صغر من 70. لي لونسمون لامدا هاد لا نوسيون هادي راه ديجا شفتوها في لا ريزيستانس دي ماتيريو، يعني الناس اللي في الدومين كلهم راه تيكونوا قراو هاد الماده لا ريزيستانس دي ماتيريو، يعني لي دي ام. لي لونسمون في الفيريفيكاسيون دو كومبريسيون راه كنشوفوا هاد لا نوسيون دي لونسمون. لي لونسمون لامدا شنو هو؟ لا لونغور دو فلومبمون مقسومه على اي اللي هو لو غيون دو جيراسيون. لا لونغور دو فلومبمون غنتعرفوا واش كتعني الاي لو غيون دو جيراسيون، هذا شنو هو؟ هذا من المميزات ديال الهندسيه ديال لا سيكسيون ديالنا، من بين هذا في لو شابيتر ديال لينيرسي، يعني داك لو شابيتر ديال لي كاركتيرستيك جيومتريك دي سيكسيون في دي ام كتكونوا قريتو هاد لو غيون دو جيراسيون. لو غيون دو جيراسيون بوغ ان بوطو ريكتونغولير هو اعلى جوج در ثلاثة، لان لابليكاسيون غنديروها على ان بوطو كاري ولا ريكتونغولير. كل بيان سور سيكسيون عندها لينيرسي لو غيون دو جيراسيون ديالها، يعني سيركولير لا فورمول كتختلف انسي دو سويت. دونك هنا رجعوا للمودولير دي ام باش تقدروا تشوفوا الحالات الاخرين كاملين. دابا ندوزو نشوفوا لا لونغور دو فلومون، حتى هي شفتوها في لو موديول ديال لير دي ام سورتو في الشابيتر ديال لا كومبريسيون. هنا عندنا 4 كا بازيك في لير دي ام، كاينين دوطر كا بيان سور، مي هنا لو بازيك هما هاد لي كا. هادو فاش كيكون ان بوطو اونكاستري في الفون في واحد الجنب وليبر في الجهه الاخرى، لا لونغور دو فلومون ديالو هي 2L0. هاد لا لونغور دو فلومون شنو كتعني لينا؟ هادي كتميز لينا يعني كيفاش مشدود البوطو، حتى هو راه كيحكم على هذا الفينومون فلومون. يعني جوج الحاجات كيحكموا عليه، كيحكم العلو وكيفاش مشدود. كما تلاحظوا الا كان مشدود من جهه وليبغ من الجهه الاخرى، هنا يعني خصنا ناخذ غيكون لو ريسك ديال فلومون كثر، يعني ال غنعتبروها هي 2L0، يعني الدوبل ديالو تقريبا. غيدير الكومبورتمون بحال شي واحد اللي مشدود في جوج جهات ولا اوتور دوبل. فاش كيكون ارتيكولي لا لونغور دو فلومون هي L0. فاش كيكون اونكاستري من واحد الجهه ارتيكولي من الجهه الاخرى 0.7L0. فاش كيكون اونكاستري من جوج جهات تلاحظوا لا لونغور دو فلومون كتكون ضعيفه L0 على جوج، لان الي اونكاستري يعني لو ريسك غيكون اقل. دونك هادو هما لي كا ديال لي لونغور دو فلومون. بالنسبه لو كا ديال لو باتيمون، في الحاله ديال لو باتيمون لا لونغور دو فلومون عندنا فيها جوج لي كا، جوج الحالات. اما كناخذو فيها كتساوي 0.7L0 العلو ديال البوطو، يا اما ال اف كتساوي L0. امتى غناخذوا هذه وامتى غناخذوا هذه؟ هذه غنشرحها لكم مزيان، لان كتشكل واحد الالتباس. بزاف الناس كيبداو يسولوا وكيتلفوا، لان لا نورم اش كتقول لينا؟ كناخذوا هذه الحاله فاش كيكون لو بوطو اونكاستري في الفونداسيون، وهي دايور في البيتون في لي باتيمون اون بيتون ارمي لي بوطو كلهم اونكاستري في الفونداسيون، يعني دائما عندنا بوطو اونكاستري. و الفوق اش خص يكون؟ خص يكون اسامبلي ا دي بوتر ايون او موان لا ميم غيدور، يعني يكون ديزيني عليه ترافيرسي باغ دي بوتر في لي دو سونس اي لو ترافيرسون دو باغ اي دوطر. هادي اش كتعني براتيكمون في لو بلان؟ يعني فاش يكون عندي ان بلان، هذا هو اللي خصني نعرف. غناخد ال اف كتساوي 0.7L0 فاش يكون البوطو مترافيرسين باغ دي بوتر بحال هكدا دو باغ اي دوطر. لي زوطخ كا غناخد ال اف ايكالا L0. مثلا في لو كا ديال ان بوطو دو ريف، هنا ال اف غناخدها ايكالا L0، لان اي ني با ترافيرسي با لي بوتر. دونك هادو هما كيفاش كنحددو لا لونغور دو فلومبمون. دابا غادي ندوزو ونديرو التطبيق العددي ديال لامدا ونفيريفيو في لو كا ديالنا واش دايز لينا هاد لو بوطو في الفلومبمون اولا لا، ونديرو لا سويت دي
دي كالكول. كما قلنا اول حاجه كنحسبوه هي لي لونسمون لامدا اللي مرتبط بلا لونغور دو فلومون. في الحاله ديالنا عطيتكم ال0 لا لونغور ديال البوطو ولا لا هوتور ديالو هي 4 متر. هنايا عطيت لكم في لي دوني بوطو اون كاستري ارتيكولي بيسك ما عطيت لكمش لو بلان بور فوار الحاله اللي عندكم. دونك هنايا غادي نخدمو فاش كيقول بوطو اون كاستري ارتيكولي سافو دير 0.7 فوا ال0. الا عودنا غنلقاو ال اف 2.8 متر. نجيو نحسبو لا لونغور لي لونسمون اللي هي ال اف على اي. الا عودنا لو غيون دي جيراسيون بلا فالور ديالو في لو كا ديال ريكتانغولير غادي نلقاو هي 2.3 ال اف على ا. نبغي ننبهكم هنا هي لا بوتيت ديمونسيون يعني العبار الصغير ديال البوطو. في الحاله ديالنا ما مطروحش هاد الاشكال لان البوطو كاري بحال ا بحال بي. ولكن مثلا هنا تصورو كانت عندنا 20 وهنا 30 شكون اللي غادي نخدمو بها هنا؟ غنخدمو بالعبار الصغير يعني ب 20. علاش غادي نشرح لكم؟ لان الا داز لينا لي لونسمون في اتجاه الصغير يعني لي نيرسي في اتجاه الصغير ديزا اوتوماتيكمون في الاتجاه الكبير غادي تدوز يعني لا فيريفيكاسيون تدوز في اصغر وحده. الا دازت في الصغيره راه غدوز ليك حتى في الكبيره اوتوماتيكمون. دونك هنايا دائما سي لا بيتي ديمونسيون. في الحاله ديالنا فاش عوضنا ال اف بلا فالور ديالو ال ا لقينا لي لونسمون لامدا ايغال 48.49 يعني صغر من 70. دونك بروبليم د فلومون هنا ما عندناش. دونك هنا غادي نكملو لا سويت دي كالكول ديالنا. المرحله الثانيه هي كنكالكولي واحد لو كويفيسيون الفا. هذا واحد المعامل هذا مرتبط بلامدا. الا كانت لامدا صغر من 50 في هاد لا فورمول. الا كانت كبر من 50 عندنا اون اوتر فورمول. دونك هنا غادي نصيفطكم كما قلت لكم كاينين دي زورغانيغرام ديال الكالكول فيهم لي فورمول كاملين دو ا ا زد كتبقاو تابعينهم حتى توصلوا النهايه ديالو. دونك كما قلت لكم راه تيليشارجا بار انترنيت سينو اللي ما عندوش اللي بغى نصيفطوا له حتى الميل يا با دو سوسي. دونك في الحاله ديالنا لامدا لقينا صغر من 50 دونك لا فورمول هي هذه 0.85 مقسومة على 1 زائد 0.2 لامدا على 35 او كاري. كنعوضو مرتبطه غير بلامدا بلي لونسمون كنعوضو لامدا بلا فالور ديالنا وكنلقاو الفا 0.614. المرحله الثالثه هي لو كالكول ديال لا سيكسيون ريدويت بي ار. شنو هي هذه؟ يعني المساحه ديال البوطو كنقصو منها 1 سنتيم من الجناب ديالها يعني من هنا سنتيم هنا سنتيم يعني 2 سنتيم في هاد الاتجاه و 2 سنتيم في الاتجاه الاخر. يعني هادي سي لا سيكسيون ريدويت يعني بلوز اومون بحال كنحيدو ان بتي بو شويه من لونغوباج. لا سيكسيون ريدويت في الحاله ديالنا الا عوضنا العبارات بلي فالور ديالهم غنلقاوها هي 0.0324 متر كاري. دونك بيان سور هنا تندخلو العبارات بالمتر لان هنا كما كنا قلنا ميغا باسكال هي ميغا نيوتون على متر يعني لي زيفور سيكونو عندنا بالميغا نيوتون والعبارات كاملين خص يدخلو عندنا بالمتر. دونك هادي كنسولينيها لان كتكون بعض المرات دي زيغور ديال الكالكول غير في لي زونيتي كتنسى كتخدم هنا بالسنتيم اولا كتنسى ما كتحولش لي فور ديالك الميغا نيوتن. دونك هنا لي زونيتي مهمين بزاف هما اللي كيديروا لي زيرور في الكالكول. دابا بقات لينا اخر فورمول اللي هي لا تعطينا الحديد اللي خص يكون عندنا في لو بوطو ديالنا يعني الاتيوريك. الاتيوريك اش كتعني؟ الحديد النظري يعني من المفروض يكون فيزافي لي فور لي عندنا ولكن ماشي هو ضروري غنحطو في الاخر. علاش؟ يلا تبعوا معايا وغنشرح لكم من بعد علاش. بالنسبه للاتيوريك في الحاله ديالنا ان او الى عوضنا بلا فالور ديالها الفا اللي حسبناه البي ار يعني كلشي حسبناه هنايا هي لا فورمول قدامكم غنعوضوا كل حاجه بلا فالور ديالها غادي نحسبوا غادي نلقاو اون سيكسيون ديال الحديد اللي هي ناقص 5.815 في 10 اس ناقص 4 متر كاري. كما قلت لكم ديما لا سيكسيون ديال الحديد كنلقاوها بالمتر كاري كي خصنا نحولها سنتيمتر كاري باش كنحولها كنضربو في 10 اس 4 دونك غتمشي لينا هذه. دونك هي ناقص 5.815 سنتيمتر كاري. اش كتعني هاد الناقص هنايا؟ بعض المرات الطلبه كيلقاو ناقص وكيتسائلوا تيقول لك واش ممكن لوجيك تخرج ناقص؟ اه ممكن تخرج ناقص. اش كتعني ناقص؟ حيت راه عندك ناقص هنا في لا فورمول ديالك. اش كتعني ناقص؟ كتعني ان لا سيكسيون حيت واحد الجهه فيها لي فور واحد الجهه فيها لا سيكسيون الا كتلاحظوا يعني فيها لي كاركتيرستيك ديال لا سيكسيون مع البيتون والحديد واحد الجهه فيها لي فور. اش كتعني انها ناقص؟ كتعني ان لا سيكسيون كبيره بزاف على لي فور يعني شايطه عليه يعني ما محتاجاش كاع الحديد. هنا غير البيتون بوحديتو لا سيرفاس ديال البيتون كافي وفيته باش تواجه لينا لي فور ديالنا ان او. دونك هذه هي المعنى ديالها. دونك في هذه الحاله ما يمكنناش البوطو بيان سور نخليوه خاوي بلا حديد ضروري كنديروا واحد لو مينيموم ديال الحديد وهذا لو مينيموم بيان سور لا نورم عطاتني انا لي فورمول كيفاش نحسبوا لا سيكسيون مينيمال واللي هي اللي غادي نوريكم دابا كيفاش غادي نحسبوها. بالنسبه لا سيكسيون مينيمال يعني اصغر نسبه الحديد خصها الدار فعندنا في هذه العلاقه اللي هي علاقه فورفوتير يعني ماشي جايه بشي ديمونستراسيون
فيها جوج ديال لي فالور. لا فالور الاولى شنو هي؟ سي 4 او. او هي المحيط، لو بيريمتر ديال البوطو، يعني المحيط ديال البوطو. مثلا في لو كات ديال ريكتانغولير ولا كاري، المحيط ديالو هو هاد العبار زائد هاد العبار فوا 2. هاد ربعة هادي سي 4 سنتيمتر كاري بار متر. علاش؟ باش نلقاو في الاخر هنا اون سيكسيون. فاش كنقول سيكسيون ديال الحديد سي 1 سنتيمتر كاري ديال الحديد، يعني مساحه ديال الحديد سنتيمتر كاري. دونك هاد ربعة هادي بحال قالوا لينا في كل متر ديال المحيط غتخصنا 4 سنتيمتر كاري ديال الحديد. هي هادي المعنى ديالها. دونك 4 سنتيمتر كاري غنضربوها في المحيط باش تعطينا شحال شحال خصنا. العلاقه الثانيه 0.2% بي. بي شنو هي؟ بي هي المساحه ديال لو بوطو. فاش كنقول المساحه اوتوماتيكمون هي ا فوا بي في الحاله ديال ريكتانغولير. ديما تنقول في الحاله ريكتانغولير حيت كاينه لا فورم سيركولير، كاين دوطخ فورم، يعني كاينه فورم اكس، كاين بزاف لي فورم في لي بوطو. في الحاله ديالنا خدينا لا فورم لا بلو بازيك سامبل اللي هي في الحاله ديالنا كاري ولا يعني ريكتانغولير بلوز او موان. بالنسبه للتطبيق العددي ديالنا 4 او هي 4 فوا لو بيريمتر ديالنا في هذه الحاله هو 0.2 بيس كاري فوا 4 الاضلاع، غادي نلقاو 3.2 سنتيمتر كاري. كما لاحظتوا هنايا البيريمتر تيتخدم بالمتر، لان بغينا الطول بالمتر باش نضربوه في هذا 4 سنتيمتر كاري بار متر. دونك تخرج لنا 3.2 سنتيمتر كاري. العلاقه الثانيه 0.2% هي 0.2 على 100 في المساحه هنا بالسنتيم، لان بغينا سنتيمتر كاري دونك المساحه هنا 1 سنتيم. دونك نردوا البال مع لي دوني وحنا تندخلوهم. هذه راه غادي ندخلوا الطول بالمتر، هذه المساحه 1 سنتيمتر كاري، باش في الاخر هذه غنلقاوها كلها 1 سنتيمتر كاري وهذه 1 سنتيمتر كاري، لان الحديد دائما الطابلو فيه 1 سنتيمتر كاري. دونك دائما خصنا نلقاو لا فالور فينال بالسنتيمتر كاري. دونك الامين ديالنا هي لو سوب ديال هاد لي دو فالور. دونك الكبيره فيهم بيان سور هي 3.2 سنتيمتر كاري. دونك دابا الحديد اللي غيكون ريالمون في البوطو هو لو ماكس ما بين الاتيوريك، الحديد النظري اللي لقينا سابقا، وهاد الامين. الاتيوريك حنا لقيناه نيجاتيف قبيله، يعني سالبه. دونك اوتوماتيكمون لو فيغياج اللي غادي نعتمدوا عليه هو لو مينيموم اللي هو 3.2 سنتيمتر كاري. دونك هذا هو لو فيغياج اللي غيدار غيالمون في لو بوطو ديالنا. الا مشينا للطابلو داسي اللي كنت شرحته لكم في اول فيديو ديال سوميل ايزولي، كما قلت لكم ماشي كل مره غادي نعاود نشرحه لكم، رجعوا ليه في هذاك لا فيديو غادي تشوفوا كيفاش كيتختار الحديد. دونك الا مشينا لا سيكسيون اللي قريبه لينا لهاد لا فالور هي 4 ديال 12 تقريبا، تتعطينا واحد 4 52 سنتيمتر كاري. بالنسبه للبوطويات دائما اقل حاجه بعدا هي 4 ديال البارات. دونك ما يمكنش هنا تمشي تقول لي ندير 3 ديال 12 ولا جوج، اقل حاجه هي 4. خص نحطوا البارات في لي كوان في الجناب، يعني المينيموم هو 4 في بوطو ريكتانغولير. وحاجه اخرى دائما لا سيميتري، يعني دائما في بوطو كاري ولا ريكتانغولير تلقى عدد زوجي ديال لي باغ، يعني عدد زوجي ماشي فردي. يعني لقيتي هنا مثلا بغيتي تزيد وحده ما يمكنش دير 5، غدير 6، يعني 4 6 8 غتمشي لك لو شوا ديالك بحال هكذا، يعني اعداد زوجيه في لي باغ. باغ كونتخ الا كان سيركولير ما عندناش هذا المشكل، تقدر دير 7 9 ما كاينش مشكل في الاعداد الفرديه في لو كا ديال سيركولير. في لو كا ديال ريكتانغولير ولا كاري ضروري لا سيميتري. المهم الريزونمون هو السيميتري اللي حطيتها هنا خصك تحط بحالها هنايا، هذا هو لو ريغلومون دو شوا. حاجه اخرى ماشي ضروري كلهم يكونوا في نفس لي باغ، مثلا نقدر ندير هادو ديال 14 الاخرين نديرهم 12، يعني غير هي ما تديكاليش، يعني ماشي تمشي تاخذ هنا 16 ودوز ليها هنا ل 10، دائما يكون ديكالاج ديال ان باغ، يعني تهبط بوحده مثلا 14 12 16 14، يعني هكذا كلشي كيعرف يصاوب ويتبع المراحل الكالكول سون اوكان بروبليم. مي الاختيار ديال الحديد هو فاش كيبقاو حاصلين بزاف سورتو لي زيتيديون كيما قلت لكم. دونك هنايا لو شوا كيما قلت لكم يقدر يكون فاري، ليسونسييل هاد الربعه ديال الكوان يكونوا بحال بحال، ولكن دوك اللي غادي تزيد مثلا هنا تقدر تغير لو ديامتر مي تهبط بديامتر واحد. هذا لا ريغل نيميرو 1. حاجه اخرى في لو شوا ديالك مثلا انا نعطيكم واحد القاعده، مثلا بوطو فيه 30 هنا حاول دائما في كل 10 سنتيم تكون عندك باره، يعني تحط ثلاثه د البارات. بوطو فيه 20 جوج د البارات، الله يجعل البركه. علاش؟ باش لي سباسمون دائما كيما قلت لكم القاعده هو ما نزيرش الحديد بزاف، باش الكولاج ديالي وداك الحجرات اللي في البيتون والفيبرا في لا فيبراسيون ديالي يدوز الامور مزيانه، وما نوسعش بزاف باش ما يتشقش لي. دونك دائما هاد لو ريزونمون انت كتختار الحديد خص يكون عندك في دماغك. دونك هذا بالنسبه لي زارماتور لونجيتودينال. دابا بقى لينا نشوفوا لي زارماتور ترانسفيرسال.
بالنسبه لي زغماتور ترانسفيرسال اللي وريتهم لكم في الاول ديال الفيديو، يعني لي كادر لي زيبانغ لي زيتريي في لو كالكول ستاتيك، يعني مثلا فاش ما كنكونوش في حاله ديال الزلزال كالكول سيسميك، فهنايا لي كالكول ديال هادو تقريبا فورفوتير كيتجبد غير بواحد الطريقه فورفوتير، يعني ماشي ما كيتكالكولوش ما كيتحسبوش. باغ كونطخ في الزلزال راهم كيتحسبوا لانهم هما اللي كيتحملوا لي فور ترونشون ديال الزلزال. الزلزال كيضرب هكذا لي بوطو، دونك تيضرب في هاد الاتجاه، يعني كيدير لي فور ترونشون قلب لي بوطو. فهاد الحاله لي كادغ هما اللي غيواجهوا لينا هذاك لي فور ترونشون، بالتالي فهم ما كيتحسبوا. في الحاله ديالنا حنا كنكالكوليو دابا في ستاتيك، فالاستنتاج ديال لي كادغ ساهل. المرحله الاولى كنحددوا لو ديامتر، يعني باش من ديامتر غادي نخدموا الحديد هذاك باش كيتحدد في تي هو في ال ماكس على 3. في ال ماكس شنو هو؟ لي زارماتور لونجيتودينال، ديامتر ديال لارماتور لونجيتودينال اللي اختارينا هنا ماكس. علاش؟ حيت نقدروا نختاروا مثلا هنا هادو لي زارماتور لونجيتودينال، نقدر نختار هادو مثلا 16 وهادو كما قلت لكم قبيله 14، دونك لو ماكس يكون عندي هو 16 هو اللي غادي نحط هنايا، ما نحطش 14. دونك الا كانوا هنا مختلفين غيكون عندي ديامتر ماكسيموم ديامتر مينيمال. هنا غنخدم بالماكسيموم. في الحاله ديالنا لقينا 4 ل 12، يعني كلشي بحال بحال، دونك غنخدموا ب 12. دونك 12 مليم على 3 تعطينا 4 مليمتر في لي زارماتور ترانسفيرسال. لو مينيموم اللي كنبداو به هو 6 كما قلت لكم في لي كادر، دونك غادي ناخذوا 6. الا لقينا مثلا هنا 6 فاصلة شي حاجه ولا 7 اش غناخذوا؟ ناخذوا 8. غالبا لي كادر اما 6 يا اما 8. دونك هذا هما لي الديامتر ديال لي كادر. دابا بقى لينا لي سباسمون. لي سباسمون شنو هو؟ هو المسافه ما بين كادر وكادر، يعني مثلا هذا هو الكادر وكادر، شحال المسافه اللي غادي خص تكون ما بين كادر وكادر. هنا كما قلت لكم علاقه هي فورفوتير. ليسباسمون خصو نلقاو انفيريور. هنا عندنا ثلاثة ديال القيمات، القيمة الأولى 15 في ال مين، في ال دايما هو الديامتر ديال لي زارماتور لونجيتودينال. هنا قبيلة خدمنا بالماكس، هنا لو مين، يعني إلا كانوا مختلفين هنا غنخدمو مثلا هنا كان عندنا 16 وهادو بجوج 14، هنا تخدم ب 16 وهنا تخدم ب 14. إلا كانوا كلهم بحال بحال راه هادي تكون عندك هي هادي. دونك في الحالة ديالنا في ال لي هي مين ولا الماكس بحال بحال، حنا خدمنا ب 12 في البوطو كامل، هي 12 مليم. هنا غندخلو كلشي بالسنتيم، دونك 12 مليم هي 1.2 سنتيم، غنضربوها في 15، هادي هي القيمة الأولى. القيمة الثانية معطية لينا فيكس 40 سنتيم، والقيمة الأخيرة هي أ زائد 10 سنتيم. أ هي العبارة قلنا الصغير ديال البوطو، في الحالة ديالنا هي 20 سنتيم زائد 10. إلا حسبنا كل حاجة هادي تعطينا 18 سنتيم، الأخرى فيكس 40 سنتيم، والأخرى 30 سنتيم. دونك لانف يعني القيمة الدنيا من هاد ثلاثة د القيم اللي هي 18 سنتيم. دونك حنا شحال غناخدو؟ غناخدو 15 سنتيم لان اصغر قطعا، دونك غناخدو الاسباسمون ديال 15 سنتيم. دونك لي كادر غيكونوا عندنا تي 6 اسباسمون 15 سنتيم، ولكن هذا الشيء فايش في لا زون كورونت. فاش كنقول لا زون كورونت يعني هاد لا زون هادي ديال وسط البوطو، ولكن في الجناب هنايا في لا زون دو ريكوفرمون، يعني في البوطو فاش كيكون من ليطاج وكيبغي يدوز ليطاج الاخر كنخليو لي زاتونت. دونك هنا كتسمى اون زون دو ريكوفرمون، هنا كيخص ان مينيموم ديال 3 ديال لي كادر، وهاد لا زون دو ريكوفرمون تتحسب الطول ديالها. في لو كان سيسميك حتى هاد لا زون كتسمى لا زون كريتيك، اللي هي لو نو ما بين البوطو او بوتر، يعني من التحت هاد لو نو هذا كاين اسم اون زون كريتيك، حتى واحد الطول اللي كيتحسب. وفي هادوك الجوي هادو في هاد الجنب يعني لي كادر كيكونوا سيغي مزيرين، يعني مثلا لقينا هنا 15 سنتيم، هنا راه تقدر تكون عندك غير 7 سنتيم في الجنب ديال لو بوطو ديالك. دونك دابا اجيو تشوفوا معايا لو ديتاي فينال اللي غادي اللي كيخدموا به سور شونتي. دونك كيما تلاحظوا لو ديتاي ديال الفيغياج ديال البوطو، كنعطيو لا كوب لونجيتيدونا باش كنبينوا فيها لي زيسباسمون ديال لي كادر ديالنا، والبلاصه اللي غنزيروا فيها لي كادر، والبلاصه اللي لا زون نورمال. هذيك 15 سنتيم اللي لقينا فهي غنديروها في الوسط كما تلاحظوا في لو شيما. اما في لا زون دو ريكوفرمون اللي هي كتكون في الديماراج ديال لو بوطو، يعني فاش كنبغيو نبنيو بوطو كنخليو لي زاتونت في ليطاجات الاخرين كنجيو ريكوفريو عليهم، هذيك لا زون سي لا زون دو ريكوفرمون، تما كنزيرو لي كادر. وفي الفوق ثاني في التحت من البوطخ يعني في داك لو نو، هادي سي اون زون كريتيك، هادي سي بوغ لو كا سيسميك. حنا ما درناش هنا لو كا سيسميك، ولكن بورتون راني وريتها لكم في لو شيما. دونك هذيك سي لا لونغور دو لا زون كريتيك، وكتشوفوا تما لي فورمول عندكم. الفورمول ديال لا لونغور دو ريكوفرمون هي تقريبا 70 في الفورمول ديال لا لونغور دو لونغور كريتيك ديال لا زون كريتيك هي اش على 6، العلو ديال البوطو على 6. الماكس ديال هاد لي فالور كاملين اش على 6 اولا ال ار اولا لا بلو غون ديمونسيون ديال البوطو، يعني العبار الكبير ديال البوطو. الكبيره فيهم هي الطول اللي غادي نسيريو فيه لي كادر في لا زون كريتيك.
دونك هادو بالنسبه لي كادر. حنا كما قلنا راه ستاتيك، يعني ما عندناش لا زون كريتيك هنايا، غادي يكون عندنا غير لي زون دو ريكوفرمون. كنعطيو اوسي لو ديتاي ديال لا كوب ترانسفيرسال اللي كتلاحظوها في هاد لا كوب، كنبينوا العبارات البوطو عندنا حنا هنا 20 على 20، كنبينوا الحديد لاغماتور لونجيتيدونال اللي خرجت لينا اللي هي كات تي 12، وكنبينوا بيان سور الكادر. هنا خرج لنا كادر تي 6 مع لي زيسباسمون ديالنا في لا زون نورمال وفي لا زون دو ريكوفرمون. دونك هنا او 2 هي داكشي اللي خرجت لينا في لا زون نورمال. في لا زون دو ريكوفرمون ولا لا زون كريتيك تقريبا كناخذوا لا موتي، يعني كنزيرو دافونتاج لي كادر، لان هادوك سي دي زون اللي هما دو فيبليس. دونك كما كتلاحظوا هذا هو لو ديتاي اللي كيمشي لو شونتيي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الكالكول ديال البوطو، تبعتوا معايا، والى فيديو قادم ان شاء الله.